بعد أشهر من توتر العلاقات بين منطقتي سوق الجمعة وتجورة الذي وصلت وتيرته إلى حد الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة وتبادل عمليات الاختطاف والاعتقال بين كتائب مسلحة من المنطقتين ممثلون عن الجانبين وقعوا مساء يوم الجمعة في مقر الغرفة المشتركة بمنطقة سوق الجمعة اتفاق صلح سمي ميثاق الصلح والتعاون بين الأهل والأحباب بمنطقتي سوق الجمعة وتجورة توقيع الاتفاق كان بحضور مندوبي كتائب وسرايا المنطقتين والأعيان والحكماء، وبرعاية آمر منطقة طرابلس العسكرية. ميثاق الصلح نص على أربعة بنود، أولها جبر ضرر أولياء الدم والمتضررين من المنطقتين، فيما أكد البند الثاني حفظ حقوق جميع المواطنين، والعمل على رد المظالم لكل مواطن إن وجدت. وجاء البند الثالث برفض القبض على الهوية أو خارج القانون، إضافة إلى إطلاق سراح جميع من قبض عليهم لهذا السبب في كافة أنحاء ليبيا ليأتي البند الرابع والأخير مؤكداً التعاون بين المنطقتين في حفظ سلم العاصمة طرابلس وحلحلة جميع مشاكل المهجرين بينهما ويأتي توقيع ميثاق الصلح بين سوق الجمعة وتجورا بعد ثلاثة أيام من توقيع اتفاق في مدينة الزاوية برعاية البعثة الأممية لوقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس التي شهدت على مدار أكثر من عشرة أيام اشتباكات مسلحة خلفت 63 حالة وفاة و159 جريحا إلى جانب نزوح أكثر من ألفي عائلة من مناطق الاشتباكات